السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، في هذه الحصة سنقوم بحل تمرين واحد الصفحة 81 من الكتاب المدرسي. أولا سنقرأ التمرين جيدا. التمرين يقول: احسب مساحة حقل الشكل التالي بطريقتين مختلفتين، علما أن الضلع أب يساوي 35 سنتيمتر، ثم الضلع أد يساوي 18 سنتيمتر، ثم الضلع دو يساوي 12 سنتيمتر. احسب مساحة حقل الشكل التالي بطريقتين مختلفتين. إذا سنقوم بحساب مساحة هذا الحقل وذلك بطريقتين مختلفتين. الحل: نبدأ بالطريقة الأولى. أولا ماذا نلاحظ في هذا الشكل؟ أي من ماذا يتكون؟ نعم، نلاحظ أن هذا الشكل يتكون من شكلين، هما المثلث والمستطيل. إذا مساحة هذا الحقل هي مساحة المثلث زائد مساحة المستطيل. سنقوم بتذكير ما هي مساحة المثلث ثم ما هي مساحة المستطيل. مساحة المثلث هي نصف جذاء قاعدة والارتفاع الموافق لها، يعني la surface égale bien b fois h divisé par 2. يعني مساحة المثلث هي القاعدة مضروبة في الارتفاع الكل مقسومة على 2. ثم ما هي مساحة المستطيل؟ نعم، مساحة المستطيل هي جذاء الطول والعرض. إذن مساحة حقل الشكل هي مساحة المثلث زائد مساحة المستطيل. وكما قلنا سابقا أن مساحة المثلث هي القاعدة مضروبة في الارتفاع الكل مقسومة على 2. وأين قاعدة هذا المثلث؟ وما هي قاعدة هذا المثلث؟ نعم، قاعدة المثلث هو الضلع دي سي. إذن الضلع دي سي يساوي الضلع أب يساوي قاعدة المثلث التي تساوي 35 سنتيمتر، وارتفاع المثلث هو الضلع دي أو يساوي 12 سنتيمتر. وما هي مساحة المستطيل؟ نعم، مساحة المستطيل هي جذاء طول والعرض، وعرض هذا المستطيل هو الضلع دي سي، ثم طوله هو الضلع أدي. Alors la surface de champ égale la surface de triangle plus la surface de rectangle. مساحة الحقل هي مساحة المثلث زائد مساحة المستطيل. مساحة الحقل هي مساحة المثلث، وما هي مساحة المثلث؟ هي القاعدة في الارتفاع مقسومة على 2 زائد مساحة المستطيل هي L في L، العرض في الطول. ثم سنقوم بتعويض هذه القيم. مساحة الحقل هي مساحة المثلث زائد مساحة المستطيل، ومساحة المثلث هي القاعدة في الارتفاع مقسومة على 2. القاعدة هي 35 سنتيمتر مضروبة في الارتفاع هو 12 سنتيمتر، الكل مقسومة على 2 زائد مساحة المستطيل هو العرض في الطول هو 35 سنتيمتر مضروبة في 18. ثم 35 مضروبة في 12 على 2 تساوي 420 على 2، و 35 مضروبة في 18 هي 630. إذا مساحة الحقل هي مساحة المثلث التي تساوي 210 زائد مساحة المستطيل التي تساوي 630. ومنه فإن مساحة هذا الحقل هي 840 سنتيمتر مربع. الآن سنقوم بحساب مساحة هذا الحقل باعتماد الطريقة الثانية. أولا لحساب مساحة هذا الشكل سنقوم بوضع مثلث بجانب هذا المثلث الأحمر بغية الحصول على مستطيل ولكن يجب أن يكون هذا المثلث الذي سنضعه بجانب هذا المثلث الأحمر أن يكون منطبق له، مفهوم؟ أن يكون منطبق له. لحساب مساحة هذا الشكل سنقوم بوضع مثلث بجانب المثلث الأحمر بغية الحصول على المستطيل، وهذا هذا المثلث الأصفر يطابق المثلث الأحمر. والآن بعد حصولنا على هذا المستطيل سنقوم بحساب مساحة الحقل وذلك باستعمال الطريقة الثانية. مساحة الحقل أي المستطيل الأزرق زائد المثلث الأحمر تساوي مساحة المستطيل الكبير، يعني جميع الأشكال، يعني المستطيل الأزرق زائد المثلث الأحمر زائد المثلث الأصفر، ثم ناقص مساحة المثلث الأصفر. مفهوم؟ la surface de champ égale la surface de rectangle plus la surface de triangle égale la surface de rectangle bleu plus la surface de triangle rouge plus la surface de triangle jaune moins la surface de triangle جان. إذا مساحة الحقل هي مساحة المستطيل الكبير ناقص مساحة المثلث الأصفر. مساحة الحقل هي مساحة المستطيل الكبير، ومساحة المستطيل الكبير هي الطول في العرض.
La longueur fois la largeur. إذا مساحة المستطيل الكبير هي 35 مضروبة في 30 ناقص 210. كيف عرفنا أن مساحة المثلث الأصفر هي 210؟ لأننا قمنا بحساب مساحة المثلث الأحمر. وبما أن مساحة المثلث الأحمر يساوي 210 وبما أنه يطابق للمثلث الأصفر فإن لهما نفس المساحة. إذا المساحة الحقلية 35 مضروبة في 30 تساوي 1050 ناقص 210. ثم مساحة الحقل هي 1050 ناقص 210 تساوي 840 سنتيمتر مربع. مفهوم؟ ميرسي بور فوتر أتونسيون. على بروشين إن شاء الله.